يا قمر عصينك يا أخي، اسمح لي أن أجاريك في آخر قصيدة فصحى. هل ثغرك المعسول حقا يعلم أن المداع على الأنام محرم؟ بالله قولي للشفاه ترفقي، إني لعبد للهوى هو مسلم. آمنت بالثغر البديع وأصبحت جد الحروف بسحره تترنم. إني حظيت من الشفاه بقبلة ما زلت من ويلاتها أتألم.